في سواحل مدينة مرسى علم في عدد من الغواصين رصدوا ظهور سمكة المانتا النادرة أو كما يطلق عليها شيطان البحر. دي طبعا من الأسماك النادرة أو النادر ظهورها والمهددة بالانقراض. كمان ظهر القرش الحوتي وده حوت مسالم وغير مؤذي عشان بس الناس ما تتخضش، يعني بيلفت انتباه الغواصين والسياح. خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على تليفون دكتور محمود معاطي أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا من. صباح النور يا فندم. دكتور، كل شويه بنسمع عن ظواهر طبيعيه بنلاقيها موجوده في ميه البحر الاحمر. لو في البدايه كده اتكلمنا عن العوامل الطبيعيه اللي بتتميز بيها ميه البحر الاحمر، من غيرها بتخلينا موجودين دايما محط انظار العالم وعندنا تنوع في البيئه البحريه. الاول نحب نتكلم شويه عن البحر الاحمر. البحر الاحمر هو بحر صغير، حتى هم بره بيسموه بيبي سي، بحر صغير، وهو البحر الوحيد تقريبا في العالم كله اللي واخد الاتجاه الطولي على خط الاستواء مش بالعرض زي البحر المتوسط. وجود الشعاب المرجانيه في البحر الاحمر طبعا دي جاذبه للسياح، والعلم بنعرفه على الشعاب المرجانيه ان هي من اغنى البيئات اللي موجوده على سطح الكره الارضيه. طبعا احس ان الانواع الحيه اللي بتعيش وسط بيئات الشعاب المرجانية بتكون أكثر من الأنواع اللي بتعيش في الغابات الاستوائية. هو يعتبر من أغنى البيئات الموجودة على وجه سطح الأرض. أكيد. طيب دكتور محمود، لو حضرتك تكلمنا بقى عن سمكة المانتا النادرة وسبب ظهورها. سمكة المانتا هو نوع من الأنواع الأسماك الغضروفية اللي هو الهيكل الداخلي بتاعها مش هيكل عظمي، هيكل غضروفي. ولما نسمع كلمة ري في الأسماك بنعرف إن هي أسماك غضروفية مفلطحة من الظهر للبطن، زي سمكة موسى كده. موجودة طبيعي في البحر الأحمر، موجودة طبيعي في مياه المحيطات، بتعيش في المناطق الدافئة، وفي منها نوعين. في نوع اسمه أسماك المنتري المحيطية، ودي بتعيش في الأماكن المفتوحة زي المحيطات، ودي طولها بيبلغ من طرف الزعنفة لطرفها الآخر حوالي 7 متر. وفي حاجة اسمها أسماك المنتا أو منتا الشعاب المرجانية، دي زي بتعيش عندنا في البحر الاحمر، واقصى طول ليها بيوصل من طرف الزعنفه لطرف الزعنفه حوالي 5 متر ونص. هي موجوده في البحر بصوره طبيعيه يعني، ولكن بتيجي في بعض المواسم زي مواسم الولاده ومواسم التكاثر بتبدا تظهر بتخرج بره، يعني بتخرج بره بتظهر للناس. ودي مواسم معروفه اللي احنا في الشهر 4 5 6، دي المواسم بتاعتها. وهي من الاسماك الجميله ملفتة النظر، كانت بتحب زمان تطلع لما كنا بنغطس بالليل في البحر الاحمر، كانت تملي تحب تطلع تاخد الفقاقيع بتاعت الهواء اللي طالعه مننا كغطاسين تاخدها في بطنها. فكانوا حتى زمان يقولوا لنا اصل هي الفقاقيع دي بتزغزغها بالبلدي كده. ولكن لما توغلنا، اول ما اتعلمنا الغطس الكلام ده من 20 25 سنه، ولكن لما توغلنا في العلم شويه عرفنا ان الفقاقيع دي بتطرد بعض الطفيليات اللي بتبقى موجوده على الناحيه البطنيه للجسم للسمكه يعني. اكيد الفقاقيع دي كربون دايكسايد او ثاني اكسيد كربون، فاكيد هي بتعمل شيء ما جوه الجسم عند السمكه. طيب احنا يعني من كلام حضرتك شايفين انها سمكه ظريفه كده، يعني امال ليه الاسم بتاعها شيطان البحر؟ يعني ادانا الايحاء انها سمكه قد تكون مؤذيه، قد تكون مش مريحة، لكن من كلام حضرتك سمكة لطيفة يعني. بصي يا منى، كل كائن على وجه البسيطة ومنها الأسماك طبعا ليه 3 أسامي، في الاسم العلمي وده بيبقى باللغة اللاتينية عشان لغة غير متداولة فمش هيحصل تحور في الاسم، وفي اللغة الإنجليزية الاسم باللغة الإنجليزية وده بيستخدم اللغة الإنجليزية لأنها اللغة الشايعة في العالم كله، وفي حاجه اسمها اللوكال نيم او الاسم المحلي. الاسم المحلي بيختلف من، مش هقول لحضرتك من دوله لدوله، لا، من مدينه لمدينه. طب زي مثلا البربوني في اسكندريه بيقولوا بربوني، عندنا في البحر الاحمر بنقول عنبر. السمك الجروبر اللي هو الوقار في اسكندريه، الكشر عندنا هنا في البحر الاحمر في الخليج بيسميه الهامور. سمكه شيطان البحر اطلق، او سمكه المانتا اطلق عليها شيطان البحر، ده من الصيادين او من السكان المحليين، علشان ظهرها من فوق اسود وبيبقى ليها امتدادين قدام الفم اللي بنسميها الفلوكس علشان تتغذى بيهم، بيبقوا اشبه
وهم شبهوها بالقرون بتاعت الشيطان. هو طبعا اسم غير حقيقي يعني. طيب نيجي بقى لموضوع القرش الحوتي او بهلول. اتفضل. ده مسالم. جدا. مفيش داعي للخوف ولا الفزع. هو احد انا في رايي الخاص ان هو متصنف قرش يعني محسوب على القروش غلط بالبلدي كده، لان هو جسمه تروبيدي يشبه اسماك القرش، والهيكل الداخلي بتاعه غضروفي. تحس انك بتلعب مع سمكه بوري مثلا. كبيره شويه يعني، طولها ممكن يوصل ل 18 متر يعني. مش مشكله، المهم ان هي مسالمه. لا هي مسالمه جدا وبتلفت النظر. بيتم رصدها مرتين، مره في شهر 3 و4 و5، بتبقى داخل البحر الاحمر متجهه شمالا، وفي المره الثانيه بتتشاف بس بتبقى متجهه جنوبا بقى في اواخر شهر 8 9 10، وبيخش البحر الاحمر علشان يتغذى. باي ذا واي هو عنده اكثر من 300 سنه. ولكن سنانه صغيره خالص ومفلطحه، مش بيستخدمها في الافتراس خالص. هو بيتغذى بالفلتر فيدنج او التغذيه الترشيحيه، هو بيسحب الميه داخل جسمه ويبدا يخرجها من الخياشيم، فيبدا الخياشيم بتاعته فرشيه الشكل، فبتحجز المواد الغذائيه اللي بتبقى عباره عن العوالق البحريه، الجمبري الصغير، الاسماك الصغيره. يعني اسنانه دي مش بتستخدم ابدا للهجوم. كل شكر ليك الدكتور محمود معاطي، استاذ الاحياء البحريه بالمعهد القومي لعلوم البحار. شكرا جزيلا.